هون بسرعة من هون يلا بسرعة بسرعة, بسرعة, بسرعة يا جماعة بسرعة. لو سمحتي نحن جايبين أسعار. أنا الإجراءات كلها عندي. يلا يلا ماما. ماني عم صدق إنه مهيرة قدرت تعمل هيك شيء. ما كان لازم تعمل هيك، هالشي غلط. تعال. ماما شبك ماما ماما دكتور في شي دكتور هون اذا بتريدوا حدا يجيب لها مي ماما استني شوي دكتور ماما دايخة اذا بتريد تشوف شبها بسرعه يلا يلا تعالوا معي دكتور كيف صارت مهيرة؟ الجرح اللي على إيدها كتير غميق، كسرت دم كتير، وبصراحة وضع خطير. شو هالكلام اللي عم تقوله؟ إذا بتريد لا تحكي هيك شغلات، لازم ترخصوا حياتها لو شو ما صار. نحن عم نعمل جهدنا يا مدام، الدكتور عم يحاول جهده بس إذا ما فقت بعد ساعة احتمال تخسر حياتها. بالإذن استنى شوي مو معقول عفوا الدكتور شو قال طمنوني كيف مهيرة هو قال إنه وضع مهيرة خطر أنت وين كنت ريشاب؟ كنت برا يا ستي بس بصراحة ماما تعبت شوي شو؟ هي شو؟ منيحة منيحة لا. اسمعوني شوي هي منيحة لا تخافوا خلص لا تروحوا لمكان بعتقد وقت اللي شافت مهيرة بهاي الحالة تضايقت كتير وما بقى قدرت تاخد نفس ونزل ضغطها وداخل لهيك الدكتور عطاها إبرة لحتى تهدى شوي ما بعرف شو عم يصير معنا ما بعرف مين سبب كل هالمشاكل اللي عم تصير بالأول مهيرة وهلأ راكي لا تخافي بنتي الأمور رح تتحسن طمني ما حدا رح يصير له شيء